معنا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسلنا عامر العروقي. عامر، آخر مستجدات الأوضاع الميدانية في كييف، خصوصا في ظل الهجمات الروسية على غرب أوكرانيا والتي لها مدة طويلة لم تحدث هذا التصعيد من الجانب الروسي على الغرب الأوكراني. نعم عيسى، فجرا شنت القوات الروسية هجوم واسع النطاق على الأراضي الأوكرانية على حد وصف الجانب الأوكراني. أطلقت روسيا ما لا يقل عن 28 صاروخ. هذه الصواريخ استهدفت وسط أوكرانيا وأيضا غربي أوكرانيا، لكن الضرر الكبير وقع في مدينتي لوتسك وأيضا مدينة ليفيف. عمدة مدينة لوتسك قال بأنه نتيجة للهجمات الصاروخية على إحدى المنشآت الصناعية قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرين حسب ما قال عمدة هذه المدينة. أما في مدينة ليفيف قبل قليل أعلنت الدفاعات الأوكرانية بأن 7 صواريخ قصفت المدينة وأن الدفاعات تمكنت من إسقاط صاروخ واحد، لكن الضرر كبير والعواقب عواقب الناتجة عن هذا الضرر تسبب بضرر أو تلف ما يقارب من عدد هائل من الشقق السكنية 100 شقة سكنية وفقا لما أعلنه عمدة هذه المدينة. في المقابل أيضا تعرضت مدن في جنوب أوكرانيا بالقصف باستخدام صواريخ S-300 وS-400 في مقاطعة دنيبرو بتروفسك حسب ما أفادت الإدارة العسكرية والمحلية لهذه المدينة. كذلك الحال أيضا بالنسبة لوسط أوكرانيا وتحديدا منطقة تشيركاسي. عمدة مدينة تشيركاسي قال بأنه تم استهداف منشأة صناعية في ضواحي هذه المدينة. المتحدث باسم الدفاع الجوي الأوكراني يوري إغناد قال بأن روسيا باتت تستخدم استراتيجية جديدة وهي استراتيجية إطلاق الصواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف، ومن ثم يتم تغيير مسارات هذه الصواريخ في السماء ومن ثم تذهب إلى الغرب، خاصة وأن الغرب كان بعض الشيء بمنأى عن الهجمات الصاروخية وأن تكرار هذه الهجمات الصاروخية كان يقع على وسط أوكرانيا وشرقي أوكرانيا. لكن قبل قليل أيضا نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا مليار قالت بأن الجيش الروسي خفض من قصفه على المناطق الشرقية بعدما تقدم الجيش الأوكراني في منطقتي كوبيانس ومنطقة ليمان في شرقي أوكرانيا. الجيش الأوكراني أعلن أيضا خلال 24 ساعة الماضية تمكن من صد قرابة 15 هجمة قام بها الجيش الروسي على نقاط مثل باخمود وأندريفكا، وكذلك الحال أيضا بالنسبة لمدينة أفديفكا التي ما زالت القوات الأوكرانية تقول بأنها تصد الهجمات الروسية على هذه المنطقة. خلال 24 ساعة الماضية أيضا أعلن الجيش الأوكراني بأنه وجه ضربة وصفها بالضربة القاضية على قاعدة عسكرية في منطقة ميليتوبل، والحديث هنا في الأوساط الأوكرانية يدور عن عدد هائل من القتلى الروس في هذه المنطقة، قاعدة عسكرية تقع في مدينة ميليتوبل. وفقا لسير عمليات الهجوم المضاد في المناطق الجنوبية، الجيش الأوكراني ما زال يؤكد بأنه يسير في 3 اتجاهات وهي بريديانسك وميليتوبل وأيضا باخمود، وأن كل محاولات الجيش الروسي لاستعادة مواقعه في منطقة تسمى ستارا موسكي باتت بالفشل، وأن الجانب الأوكراني ما زال يحقق نتائج وإن كانت بطيئة ولكنه يحقق نتائج في المناطق الجنوبية. عيسى، من العاصمة الأوكرانية كييف مراسلنا عامر العروقي، شكرا جزيلا لك.